في سوريا في ظل الحديث على الحرب وعن إدلب والهدنة هناك وكل التطورات بتحصل في سوريا وسط كل الأحداث دي كمان شوية حاجات أخرى. كان في شوية قرارات كده خدها لمؤاخذة بشار يوم الخميس اللي فاتت متعلقة بوزارة الأوقاف السورية. المرسوم أصدره لمؤاخذة بشار سحب فيه اختصاصات من المفتي حسون المعروف بمفتي البراميل أحمد حسون، ده معرض 4 عرضات، ومنحها لمحمد عبد الستار. ودي بتكون طريقة تعامل الأنظمة الديكتاتورية مع الأذرع العفنة اللي بتستهلك للآخر، وحسون بقت ريحته نتنة. واحد زي حسون أفتى فتاوى كارثية ضد شعبه عشان يرضي سيده، وليه مواقف كتيرة جدا مخزية وحقيرة ومؤسفة، فاستخدمه لحد الآخر ورماه زي أي مناديل كلينكس. حسونة برضو في الفترة الأخيرة كانت تصريحاته اللي قالها في لقاء مع أعضاء حزب البديل اليمين المتطرف في السويد، مناسبة الحزب ده من أكثر الأحزاب المتطرفة في أوروبا واللي بتدعو في برنامجها الحزبي إلى طرد أي أجنبي وليها مواقف معادية جدا ضد اللاجئين. تعال نشوف حسون قال إيه عن ولاد بلده. أنا آسف على ولاد وبلده اللي هو يعني حسون ملوش أي توصيف. تعال نشوف قال إيه مع الوفد السويدي. أنا الذي أتمنى أن ينتبهوا الآن على من سموهم مهجرين أو مهاجرين إلى أوروبا، فكثير منهم كانوا مستأجرين كبلاك ووتر، فأمريكا لم تستقبلهم وبريطانيا لم تستقبلهم، ولكنها علمتهم القتل، فلما قتلوا ولم ينجحوا لجوا إلى ألمانيا والنرويج نمسا تركيا وبعض البلاد الأوروبية الأخرى. والأرقام اللي بيعطوكم إياها أنهم هجروا من سوريا، نعم هاجروا من مناطق المتطرفين التي كان المتطرفون يحكمونها، فالناس هربت من مناطق المتطرفين إلى مناطق الدولة وإلى خارج سوريا. الأول محاسبة الإرهابيين الذين هاجروا إلى أوروبا محاسبة حقيقية. بالله عليك في أوسخ من كده؟ في أوسخ وأحقر من كده؟ الناس اللي خرجت مرعوبة من الاغتصاب والقتل وكل شيء حقير عملته العصابة وخدمها حسون، رايح لهم في آخر حتة يقول عليهم إرهابيين وهجروهم؟ إيه القذارة والوساخة دي؟ إيه حثالة البشر دول اللي تواجدوا في آخر أيام الأمة؟ ها ما هي دي آخر أيام الحكم الباغي، وغدا تدور الدوائر تذكر. إيه القذارة دي؟ مفتي البراميل متفجر حسون بيحذر الأوروبيين من تهديد إخواته اللي هاجروا وبيقول عليهم متطرفين، ما قبلهمش دول ولا دول، إزاي أنتوا تقبلوهم؟ قد إيه ده حقير، أحقر منك لم ترى عيني. الموضوع ما وقفش لكده، الحقير حذر الأوروبيين من تهديد المساجد. أيوة ما تستغربش، المفتي المسلم حذر الوفد السويدي المتطرف من المساجد والمؤسسات الإسلامية اللي في أوروبا ونصحهم أنهم يقفلوها أو يقيدوا نشاطها. والمراكز الإسلامية عندكم في السويد والنرويج حاربت، هم يريدون دول دينية في سوريا، لا يوجد أقليات ولن نسمح بإقامة دولة دينية. هذا الكلام أتمنى أن أقوله في البرلمان السويدي وأقول له ابتعدوا عن الدول الدينية وأبعدوا أنفسكم عن الجماعات الدينية داخل السويد وداخل النرويج. الحقير ده كان مجتهد جدا انه يسوق للطاغية بشار الاسد، تقريبا كان بيعمل لقاءات ومنتديات وسفريات اكتر وزير الداخلية نفسه عشان يقنع العالم ان الاسد مش مجرم ولا حاجة وان الوضع تمام وان الناس اللي ماتت ولسه بتموت بقالها 7 سنين كله فوتوشوب. خلاص يا جماعة احنا قتلناكم وشردناكم انتوا عيالكم بس خلاص، ويطلع وراهم يحرض عليهم بر. ارجعوا 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 الزريبة تاني. أعيده إياكم أن سوريا بإذن الله ستكون بعد عام أقوى منها اليوم، وسيكون جيشها بإذن الله أقوى، فلذلك فتحنا لكم طريق الحوار والمصارحة والمصالحة والمسامحة
لتعودوا لبناء بلدكم وقطركم. عشان نكون منصفين، زي ما في دعوات عنصرية ضد السوريين، كان في دعوات من لبنان، لبنان اللي بجد تندد بالعنصرية ضد الشباب السوري والشعب السوري بأكمله. كل ما إنسان يهاجر من بلد إلى آخر بسبب حروب، بسبب آلام، بسبب اضطهادات، يجب على أهل البلد الذين هوجر إليهم أن ينصروا المظلوم وأن يعينوه بالكلمة بالطعام. إحنا الآن بلبنان عم تطلع أصوات من هون ومن هون، شيلولنا هالنازحين السوريين بقى قاعدين على قلبنا، أكلولنا خيراتنا وأكلولنا أرزاقنا وسكنولنا ببيوتنا، شو هالكلام؟ شو هالقلة الدين؟ شو هالقلة الإيمان؟ هي دي لبنان اللي بجد. الإمام اللبناني هاجم كمان في الخطبة التقرير اللي عملته قناة ام تي في عن أسباب انتشار مرض السرطان في لبنان، هاجم التقرير بشدة. ترى على التلفزيونات النازحون السوريون يأتون بأمراض والتهابات تؤدي لسرطان الأقصاع، ما حدا عم بجيب السرطان إلا السوريين على البلد، لأنه عم يأكل السرطان من وراء نسائيتك ومن وراء عنصريتك ومن وراء عنجهيتك، من وراء روايح الدخان اللي بالمعامل عم تأتوا من اللبناني والسوري، من وراء حوادث السير اللي ما حدا عم يتطلع فيها يزبط الطرقات. عشان هيك السوري عم بيجيب لك السرطان، عشان هيك السوري عم بيجيب لك الأمراض، لأنه نحن طرقاتنا نظيفة، ما عنا مزابل، ما عنا معامل حرق، ما عنا كميونات عم تطلع نفايات للنهار وأوبئة للنهار، ما عنا نحن نضاف. يسلم لسانك يا أخي، يسلم لسانك. عرفت الفرق بين مفتي ومفتي؟ وإن مش كل اللي اتقال عليه مفتي فهو مفتي، ومش كل من أفتى فهو فتاء.